كوك في انتخابات مجالس المحافظات القادمة كان أبرز محاور زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر للمحافظة، التي يقول كوبلر إن حكومتها المحلية الحالية لم تعد تعكس الصورة الحقيقية لمكوناتها، ويبدو أن مقترح كوبلر لاقى هوى لدى الكرد في المحافظة. هناك مفوضية جديدة في بغداد وتقوم بالإعداد ومسألة إجراء الانتخابات في محافظة كركوك بغاية الأهمية. آخر انتخابات أجريت في 2005 ولم يتم إعادة الشرعية للمجلس في 2009. أحد المكونات في السابق قاطع الانتخابات والمجلس الحالي لا يعكس الصورة الحقيقية للمكونات، ومن المهم أن يكون هناك مجلس محافظة قوي، ولذلك أن يكون مجلس قوي للمحافظة هو بداية لحل المشكلات في المحافظة. نحن مع إجراء الانتخابات في كركوك في مواعيدها المقررة مع المحافظات العراقية بدون شرط وقيد. المكون التركماني كان المعترض الوحيد على تصريحات كوبلر، فقد طالب بتحديث سجل الناخبين أو تحديد كوتا خاصة بهم قبل الانتخابات، بينما يطالب العرب بأمور أخرى. هذه ليست الزيارة الأولى في محافظة كركوك، وأتصور لن تكون الأخيرة، وأنا في توقعاتي لن تكون مثمرة. المشكلة في محافظة كركوك التعداد السكاني. يوم سقوط النظام كان سكان كركوك 855 ألف نسمة، اليوم 1,400,000 نسمة، تقريبا 80% زيادة. هذه الزيادة نحن كتركمان نشعر بأنه حتى 1% من هذه الزيادة لم تكن من الطرف التركماني، ولذلك سيؤثر على ميزان السياسي وميزان الحصول على المقاعد، سيختلف عدد المقاعد ونسب المقاعد. نعم نحن على الانتخابات، لكن فيها هناك أمور يجب أن تجرى قبل الانتخابات. اعتماد سجل 2004 مع إضافة المرحلين الذين جاءوا لحد 31/12/2007 انتهى الفترة القانونية للتقديم المادة 140، مع إضافة النسبة السنوية المئوية المعترف بها دوليا، وأيضا طرح الوافدين من سجل الذين تم خروجهم من كركوك. مع كل هذه الأمور وأيضا نطالب بأن تكون هناك قوات حيادية تدخل إلى كركوك لضبط وضع الانتخابات وإعادة النظر في المفوضية العليا للانتخابات في كركوك. الأمم المتحدة وقبل مغادرتها المحافظة بيّنت أن على القادة في كركوك اختيار آلية لإجراء الانتخابات من أصل 40 على الطاولة، فأما انتخابات عامة لكل العراق أو انتخابات منفردة للمحافظة أو ضمها مع محافظات إقليم كردستان أو مع المحافظات 15 الأخرى. نازم محمد، السومرية.